عبد الحليم الناقد الرياضي عبر سكايب عشان نتكلم معاه بخصوص بعض الملفات والامور الهامه. يا استاذ صفوت اهلا بيك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك استاذ هشام، واهلا بجمهور النادي الاهلي العظيم وعلى شاشه قناه الاهلي العظيمه، ويعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لحضرتك ونقدم ان شاء الله حاجه كويسه للجمهور. يعني اهلا بيكم منورنا بكل تاكيد، لكن خليني ابتدي كلامي معاك برايك في مسيره النادي الاهلي المحليه حتى الان مع اقترابه من حسم بطوله الدوري ومن خلال متابعتك لمباريات الفريق. تمام. بالنسبه يعني بطوله الدوري هي بطوله معروفه ان هي بطوله ملاك للنادي الاهلي. حتى الان الامور ماشيه بشكل منتظم جدا، الفريق يعتبر بنسبه كبيره حاسم البطوله، ويعني كل اللي محتاجه الفتره اللي جايه مجرد توفيق ان هو يعني يخلص يحسم البطوله رسمي. فارق النقط حوالي 17 نقطه مع نادي الزمالك صاحب المركز الثاني. بالنسبه للمنافسه انا بشوف ان هو الاهلي قدامه 3 أو 4 مباريات ويحسم البطوله رسمي. المنافسه بقيه المباريات اللي جايه هتبقى تجهيز لمشوار افريقيا، دور ابطال افريقيا ان شاء الله اللي هيكون مع الوداد المغربي في نص النهائي. عندنا بعد كده المباراه بتاعت بكره بتاعت حرس الحدود، إن شاء الله. فرصه كبيره للفريق ان هو برضو يوسع الفارق تحسبا برضو في انتظار الليله مباراه الزمالك مع طلائع الجيش وبيراميدز مع الجونه. عندنا برضو بشكل عام الفريق الى حد ما مستواه بيتطور من مباراه الأخرى بمرور الوقت بعد العوده من التوقف بتاع الطويل بتاع كورونا. مستوى الفريق بيتطور، في الانسجام بدا يزيد، الاهلي يرجع اللي هو الاهلي ما كان قبل كورونا. إن شاء الله. عندنا برضو تاني بس حابب بس اتكلم في نقطه بس بسيطه، ان اتفضل. هو فكره ان كان فيه الفترة اللي فاتت حرب ضد النادي الأهلي ملاحظ محاولة انت الكلام لتشتيت ده، يعني ذهن شايف اللعيبة. الكلام ده واصل لك ان في حمل على النادي الأهلي وشايف ان ده ممكن يأثر بشكل او بآخر على اللاعبين ولا لا من وجهة نظرك؟ بالتأكيد هو الهدف الفترة الأخيرة من تشتيت ذهن اللعيبة والحرب على الفريق الأهلي، تشتيت ذهن الفريق مش لافريقيا مش للدوري، الهدف كله يعني تشتيت الفريق قبل بطوله افريقيا. تمام. بطوله الدوري زي ما قلنا ان هي بطوله ملاكي للنادي الاهلي تكاد تكون محسومه، الهدف كله ان هو عاوز يخرج اللعيبه بره السيطره بره نطاق مع التحفظ التركيز، على كلمه لان ملاكي الهدف يعني، لكن هي اكيد بيبقى فيها منافسه وكل في كل الاحوال، لكن السنه دي مثلا ممكن الاهلي يكون فارق بشكل كبير، وكل الاحترام والتقدير لكل الانديه في كل الاحوال يعني. اتفضل. بالتأكيد بس يعني بالنسبة للمستوى الفني وفارق النقاط وعدد البطولات، يعني 41 بطولة وإن شاء الله ل 42، أقرب المنافسين لك يعني تعتبر أنت 3 أضعاف هذا الرقم، فبالتالي الأرقام هي اللي بتتكلم، إحنا مش بنقول، إحنا بنتكلم بلغة الأرقام يعني. تمام. هنيجي بعد كده هو الهدف كله إن هو عاوز يخرج الفريق النادي الأهلي بره تركيزه، لأن الهدف الأسمى والأكبر لجمهور النادي الأهلي اللي هي دوري أبطال أفريقيا، وده هو العين كلها عليها الفترة اللي جاية، ويعني كل الهدف منه ان هو يحاول يخرجك بره تركيزك عشان ياثر على مستواك. شفنا الازمه بتاعه كهربا، ازمه بسيطه عدت في كل هدوء والنادي الاهلي تعامل معاها بكل احترافيه في الاعلام واعلن عن الموقف، البعض حاول ان هو يستغلها بشكل غريب، شفنا كلام واشاعات واعتقد النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا تصدى ورد بكل يعني بكل موضوعيه على الكلام دوت. فيعني وان شاء الله برضو انا بس حابب من هذا المكان اوجه رساله بسيطه لمحمود اتفضل كهربا، خد راحتك. عايز بس اقول له ان انت الفتره اللي جايه دي بتاعتك، انت ركز وخليك في الملعب وبس، فرصتك جايه ان انت تعمل مجد حقيقي لنفسك وللنادي الاهلي. من وجهة نظرك شايف ايه وبرضو الاضافه، ايه فكره الاضافه؟ برضو ان هو يرجع لمنتخب مصر الفتره اللي جايه كمان، يعني اكيد. لان هو محمود كهربا هيرجع بعد مباراه حرس الحدود، تمام. هيبقى بعد كده متاح في مباراتين الاسماعيلي ومباراه الاتحاد السكندري، وبعد كده هو المباراتين دول يعني يكونوا خير تجهيز ليه ان هو يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. وفي نفس الوقت يعني نقول له يعني طول عمرك يا فولت ان انت يعني الجمهور مستني منك كتير، اكيد ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله ان هو يركز الفتره اللي جايه بشكل مناسب ويكون تركيزه جوه الملعب ويطلع كل يعني اي مشاكل اي شيء يطلعها خالص من تفكيره ويرجع كهربا اللي هو تربى في النادي الاهلي. هو جايز يعني سلوكه تغير في بعض الاوقات في وجوده مثلا خارج النادي الاهلي، لكن انت حاليا جوه منظومه النادي الاهلي اللي تربى فيها وقضى فيها صغره،
فان شاء الله يكون هو طب الفتره انا اللي عايز، جايه انا عايز الكهرباء اسالك يا للناس. استاذ صفوت بخصوص ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك؟ هو طبعا اكيد هيضيفوا سواء كهرباء او صالح جمعه او حسين الشحات بعد عودتهم، لكن انت بتشوف مدى اهميه عودتهم للفريق خلال الفتره اللي جايه؟ الفترة اللي جاية عودتهم ان هم يعني الفرص يعني المكان في وسط الملعب منتظر وجود صالح جمعة وحسين الشحات وكهرباء. كهرباء تحديدا انت وجودك دلوقتي في ظل يعني حتى الان حسين الشحات في مرحلة التجهيز ان هو يرجع بعد العودة من الإصابة. فانت دلوقتي كهرباء هو الفرصة اللي موجودة خاصة بعد رحيل رمضان صبحي. فالفرصة جاية لكهرباء المباراتين اللي جايين، مباراتين الإسماعيلي والاتحاد، ان انت طلع كل جهدك، طلع كل طاقتك عشان تثبت وجودك وتثبت احقيتك ان انت موجود في النادي الاهلي وترد على كل الناس وتخرس كل الالسنه ان انت تقول كهربا موجود في الملعب، كهربا منور في الملعب ومتالق في الملعب، يبقى اسم على مسمى. لان يعني المرحله اللي جايه دي بالنسبه له هي اللي هتقول هو كهربا هدفه ايه من تمام وجوده مع النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. هي تعتبر الفرصه الاسمى ليه ان هو يحقق كل طموحه وتفكيره مع النادي الاهلي، وتبقى صفحة جديدة في مسيرته ووجوده في كرة القدم يعني. ان شاء الله اتمنى التوفيق لكل الفريق باذن الله خلال الفتره اللي جايه. استاذ صفوت انا بشكرك شكرا جزيلا.